مكملين معاكم مشاهدينا لحتى نحكي أكثر عن هذه المناسبات العزيزة، وهي محطة للاعتزاز بالمنجزات والتطلع لغد حافل، وهي محطة للاستذكار. واليوم ونحن نحتفل بذكرى الثورة العربية الكبرى، تلك الثورة التي أوجدت لنا وطنا أضحى بحجم الدنيا كلها، وهو الشاهد الحي على قيادتنا الهاشمية التي سمت بالأردن وأهله وظلت وفية لمبادئ الثورة العربية الكبرى. نستهدي بنورها ونستظل بطهر مبادئها وغاياتها. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا مع الدكتور بكر المجالي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك دكتور. قامت الثورة العربية الكبرى بسبب الحكم التركي بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، نتيجة لمبادئ السياسة التركية، وكان هناك العديد من الظلم، والبعض يسموه هو غزو كان تركي على هذه المنطقة، والبعض يقول لك لا مش غزو لأنها كانت في مرحلة نوعا ما بدايتها ازدهار، ولكن ثم كان تهاوى على العالم العربي تحديدا. ما هي أهم الأسباب التي قامت بسببها الثورة العربية الكبرى؟ نعم، يعني في البداية، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن بداية تاريخ الثورة العربية الكبرى من حيث الأسباب، إحنا لازم نشير في البداية أن العلاقة ما بين العرب والعثمانيين كانت في البداية على أساس رابط الإسلام. نعم. لكن مع بداية أو نهاية القرن الثامن أو التاسع عشر تحديدا صار هناك تغير في بنية الدولة العثمانية. نعم. بأن هناك صار سيطرة ليهود الدولمة وغيرهم من عناصر التي كانت تدعو إلى العودة إلى الأصولية التركية. ويجب أن نفرق ما بين الثورة ضد العثمانية والثورة ضد تركيا. هناك فرق ما بين العثمانية والتركية. نعم. الثورة العربية الكبرى لم تكن ضد العثمانيين، كانت ضد التركية. نعم. ضد التتريك، ضد الاستلاب، ضد التغييب. وهذه نقطة مهمة جدا طبعاً. لأن كثير من يتهم الثورة العربية الكبرى أنها قامت ضد الإسلام، ضد لا قوم مسلمين. هذه طبعاً. قصة مهمة جدا. وأشرت إلى مصطفى كمال أتاتورك. مصطفى كمال أتاتورك لم يكن موجودا في تلك الفترة. نعم. كان هو قائد جيش موجود في فلسطين. نعم. وقام فترة في منطقة إربد، ومن ثم من إربد ذهب إلى تركيا وانتخب رئيسا للدولة التركية. نعم. في مرحلة. نعم. أخرى مختلفة. لكن الثورة العربية الكبرى كانت هي تعبير عن حاجة عربية. برزت هذه الحاجة بعد ما شاهدوا أن هناك في رياح القومية قد هبت في كل أنحاء أوروبا. الكل كان يسعى إلى دولته، إلى إحياء قوميته على أسس من العرق والجنس ومطلب السيادة والاستقلال. فالعرب أنفسهم أيضا انتفضوا بهذا الاتجاه. لماذا لا يكون لدينا استقلالنا على أساس عروبتنا وعلى أساس أننا نحن أصلا من بعث الإسلام في من يحكموننا؟ ومن هنا بدأت هذه الفكرة. وكان هناك جمعيات عربية مختلفة باسم، كان ذيك الفترة ما كان في شيء اسمه حزب، كان اسمه جمعية، اللي هي أحزاب بمثابة أحزاب عربية تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى الاستقلال، تدعو إلى بناء الشخصية العربية من جديد. وهذه التي كونت فكر الثورة العربية الكبرى على أساس مقاومة التتريك. نعم. الذي كان يمس اللغة العربية. صحيح. على أساس مقاومة ما يمس جوهر الدين الإسلامي، على أساس ما يمس الشخصية العربية وأيضا مفهوم العروبة، والشيء الآخر على أساس ما يمس استقلال الأرض العربية ووحدتها بشكل صحيح. كامل. هذه المفاهيم كلها هي التي كانت العنصر الأساس في مفهوم كل حركات النهضة العربية التي كانت بهذه الفترة. هذه الحركات النهضة العربية جميعها هي التي صاغت ميثاق في عام 1915 باسم ميثاق دمشق. نعم. هذا الميثاق هو الأساس التي قامت عليه الثورة العربية الكبرى، وهو الذي قدم إلى الشريف حسين بن علي ليقود الثورة العربية الكبرى. نعم. ويفاوض بموجب هذا الميثاق مع بريطانيا بما عرف باسم مراسلات الشريف حسين بن علي مع السير هنري ماكمهون. هذه المراسلات اللي كان أصلا عمادها الأساسي. نعم. عدم التفريط بأي شبر من الأرض العربية،
الحفاظ على عروبة فلسطين، عدم المساس بالقدس العربية بأي شكل من الأشكال، تأكيد الشخصية العربية، وبناء الدولة العربية الواحدة المستقلة. هذا هو ميثاق دمشق، إلى أساس الشريف حسين بن علي عندما قال أن هذه الثورة ثورة عربية تهم كل كائن عربي. هي ليست ثورة الشريف حسين بن علي، هي ثورة العرب. وبالتالي عندما قامت هذه الثورة وهي تحمل علم الهاشميين الأحمر، الشريف حسين بن علي طلب أن يغير هذا العلم ليكون علما عربيا يمثل كل العرب. نعم. فعدل العلم ليصبح ذلك العلم اللي الآن هو علم الدولة الأردنية بتعديلات بسيطة وإضافة النجمة. هذه كل المفاهيم عندما نريد أن نقرأ الثورة العربية الكبرى بمفهومها الأساسي، إنما ندخل إلى مثل هذه التفاصيل اللي الآن إحنا عندما نعيد قراءتها يجب أن نعيد عملية إنتاج فكر الثورة العربية الكبرى من جديد، بما يتلائم مع روح العصر الحالية، بما يتلائم مع الفكر الحالي، مع ثورة التكنولوجيا الآن، بما أيضا يتفق وينسجم مع المسار الإعلامي الموجود، هذا المسار الإعلامي الذي يحتشد ويزدحم بكل ما هب ودب من معلومات. فعلينا أن نتخير كيف يمكن أن نقدم هذه الثورة في المفهوم الحالي حاليا لجيلنا الآن. دكتور، خلينا نحكي أكثر عن القوة والوحدة اللي كانت على وقت الثورة. لو نحن نيجي بدنا نقارن وقت الثورة القوة والوحدة اللي كانت بالوقت الحالي اللي احنا فيه، يعني احنا اليوم ذكرى 103 للثورة العربية، شو احنا ما عليه، ما نحن عليه من الوحدة والقوة عن ما كان عليه من زمان، يعني من وقت الثورة؟ يعني احنا ندخل في هذا الموضوع يقودنا فعلا الى عملية مقارنات. تقريبا هذه المقارنات يجب أن تقترن بقرينة المكان والزمان. يعني ما كان مناسبا في تلك الفترة هو غير مناسب الآن، ما هو مناسب الآن هو غير مناسب في تلك الفترة. في تلك المرحلة كانت القوة تكمن في الإرادة العربية، في إرادة المقاتل العربي، في ثقته بقيادته، بإيمانه بأنه يجب أن يكون مستقلا وذو سيادة. مشكلتنا الآن إحنا الاستقلال والسيادة موجود، لكن الآن نريد فعلا أن نصل إلى مرحلة كيف نبني الإرادة القوية الآن، وهذا ما يدعو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني الآن حاليا. تقريبا نحن نعيش بمراحل مشابهة لما كانت به بداية قرن الثورة العربية الكبرى. نحن بتلك الفترة كان في صفقة قرن، صفقة قرن كانت قوامها ثلاث أمور: وعد بلفور، اتفاقية سايكس بيكو، ومؤتمر سان ريمو. هؤلاء اللي شكلوا تاريخ المنطقة. الآن نحن نعيش صفقة قرن جديدة مشابهة لما كان في تلك المرحلة، وجلالة الملك عبد الله الثاني الآن يحذر من ذلك ويقدم ثوابت، ثوابت بالحفاظ على القدس، بالحفاظ على فلسطين، بعدم التنازل عن أي شبر من الأرض العربية، بمنع التوطين وغير ذلك. نحن نعيش نفس النهج ونفس المنوال. هذه هي عناصر القوة. عناصر القوة اللي كانت موجودة الآن في تلك الفترة الآن هي نراها موجودة حاليا، لأن نفس القيادة الهاشمية الآن نعيش الاستمرار لنفس القيادة الهاشمية بنفس الرؤى وبنفس الثوابت. لكن في تلك الفترة إذا أخذنا موضوع القوة من حيث العمليات العسكرية، هذا شيء آخر، لأن تلك الفترة كانت حرب تقليدية، حرب مواصلات، حرب أعداد بشرية. الآن تختلف، الآن هي حرب تكنولوجيا، حرب مختلفة بما مفاهيمها، حرب تتنوع بأشكالها. لكن الأساس بكل هذه المفاهيم هو التركيز على الإنسان العربي. وإحنا عندنا في بلدنا الأردن بالذات، مميزتنا في الأردن أنه في عنا مميزتين فريدات لا يتميز بها شيء منطقة أخرى. وجود القيادة ووجود الإنسان. قيادة هاشمية حكيمة وإنسان أردني مخلص صاحب إرادة. وبالتالي هذا بلدنا اللي بنشوفه حاليا، بلد أمن واستقرار وحركة دائمة وكل شيء موجود رغم كل التحديات والتعقيدات اللي احنا بنواجهها.
كانت الثورة العربية الكبرى هي من أبرز تجليات القومية العربية بشكلها المعاصر وختام لمرحلة النهضة العربية بالقرن 19. ماذا ينقص العرب الآن لنخوض مرحلة جديدة من النهضة؟ ماذا اختلف عن ما بدأنا به بالثورة العربية الكبرى؟ كان هدفنا توحيد الأمة العربية، ولكن دائما بحب أقتبس هذه الجملة: اتفق العرب ألا يتفقوا. يعني هلأ ما حدا بده يتفق وما حدا بده هذه القومية العربية، مع أنه أعلام البلاد العربية أو أغلبية البلاد العربية هي مشتقة من ألوان الثورة العربية الكبرى. نعم، اللي بتتحدث فيه الآن غطي بأبحاث كثيرة جدا. نعم، وفي كتاب بعنوان مسائل في تاريخ الثورة العربية الكبرى، نعم، صدر بالذكرى 50 للثورة العربية الكبرى، نعم، في عام 1966، نعم، بدراسات وأبحاث مختلفة. الآن ما نعيشه الآن في هذه المرحلة الحالية هو كما ذكرت وأشرت أنه بحاجة لإعادة إنتاج فكرة الثورة العربية الكبرى من جديد. ونلاحظ في الخطاب الهاشمي، خطاب جلالة الملك، خطاب الملك حسين طيب الله ثراه من قبل، خطاب الملك عبد الله الأول المؤسس، كلها تركز على رسالة الثورة العربية الكبرى على أساس أنها رسالة عربية لكل العرب. وغاب من لدينا مفهوم التنسيق العربي. نعم. لكن بنلاحظ قبل أسبوع جلالة الملك عبد الله الثاني يدعو إلى التنسيق العربي. هذا المفهوم زمان فقدناه، غير موجود حاليا. يدعو إلى إعادة التنسيق العربي. هذا من جانب. اللي إحنا بحاجة إليه الآن في المرحلة الحالية وإحنا بنقرأ في تاريخ الثورة العربية الكبرى إنه كيف يمكن استجلاء تلك الدروس والعبر من تلك الثورة اللي قيادتها، إذا بننظر للهيكل التنظيمي للثورة العربية الكبرى نجد أن رئيس أركان جيوش الثورة العربية الكبرى كان عراقي، مدير العمليات العسكرية في الثورة العربية الكبرى كان مصري، قائد المدفعية كان فلسطيني، وكانوا حتى من بلاد شنقيط اللي هي موريتانيا، ومن الجزائر كان موجود عبد القادر الجزائري كان يقاتل بالثورة العربية، من اليمن، من كل المناطق العربية. فكانت هي ثورة تجمع كل العرب بقيادة واحدة يعملون فيها من أرض شرق الأردن، من هنا عدا عن العشائر الأردنية، العشائر في الجزيرة العربية، هؤلاء كلهم كانوا هم اللي شكلوا كنه الثورة العربية الكبرى، واللي قاتلوا تحت شعار واحد اسمه أنني عربي. الآن صار لنا شرذمة بمفهوم العربية، أنه انكفأنا نحو الإقليميات والحدود المغلقة، وأصبح الكل ينشغل بمشاغله الداخلية. والآن نلاحظ أنه فقط يكود الأردن الوحيد، الأردن وفلسطين كلاهما هم اللي حاملين الهم العربي والمسؤولية العربية ويقاتلوا الباقي. انتهى يعني مفهوم الربيع العربي حاليا، بنلاحظ انه مفهوم القضيه الفلسطينيه اختفى. نعم. ولم يبقى هذا المفهوم الا لدى الاردني فقط والفلسطيني فقط. نحن يجب ان نعرف ذلك، انه هذا كان موجود في صلب فكر الثوره العربيه الكبرى. وبالتالي من هنا اقول انه يجب فعلا ان نبحث عن تلك المشتركات في الثوره العربيه الكبرى، وهذه المشتركات يجب ان نلجا الى تعظيمها باستمرار، وتكون هي الهادي والنبراس لنا في عملية تفاعلنا وتعاملنا مع المستجدات والتحديات، وبها نستطيع أن نكون أقوياء في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن. صحيح. ما يواجه بهم المؤامرات اللي قد تحدث هنا وهناك، وبالتالي فعلا نستطيع أن نبني وأن نبقي على بنياننا الأردني ككينونة قوية جدا بفضل قيادتنا الهاشمية. صحيح. بفضل جيشنا العربي اللي بنحتفل بعيده كمان اليوم، وبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة اللي فعلا أثبتت على المدى أنه فعلا هذه القيادة فعلا هي قيادة ليس لها مأرب نهائيا سوى خدمة الأمة وخدمة الإسلام وخدمة العروبة. نعم. يعني دكتور، احنا مشكورين لوجودك معانا اليوم وعلى المعلومات اللي قدمت لنا إياها. فعلا يعني دائما احنا بنحكي على الثورة العربية وشو عملت وشو نتائجها، إلى الآن احنا يعني بنحس بهذه النتائج ونأمل يعني دائما يكون في وحدة
عربية وترجع الوحدة زي ما كانت زمان حتى نقدر نواجه الظروف والأزمات المحيطة بنا. شكرا لك دكتور على وجودك معنا. شكرا، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. انت بخير.